أولوية للمنتخبات الوطنية. وحمزة إيجامان من الأسماء المؤثرة في خط هجوم الجيش ومن الأسماء اللي منذ فترة وهي تتواجد مع المنتخب الأولمبي. مراوغة ممتازة، تسديدة، التسديدة ممتازة هذه، أول إنذار وأول تسديدة وأول كرة جات من المدافع الأيمن عمر الهلالي، انطلق وسدد باليمنى ولكن الكرة على مرمى الحارس صامبا، حارس مرمى إنتر كلوب في الكونغو. هذه الإعادة، هذه الإعادة قوية التسديدة، ولكن لمن تابع لقاءات بي اس في ايندهوفن سيقف عند قدرات ومميزات اللاعب سيبار اسماعيل. هناك خطا عريض، لا يجب ان نتعامل مع هذه المباراه كانها شكليه، ناخذها بكامل الجديه ونريد الفوز ونريد العلامه الكامله ونريد ان نواصل على هذا المسار، مسار الانتصارات حتى وان كنا متاهلين سلفا. بينما انطلاقه ممكن، سدد سدد والهدف جول، ياتي مبكرا من الدقائق الاولى. مشاهدينا الكرام، يونس طاهر ادريسي، هنا تسدد، هنا الثقه، هنا البراعه، هنا الحضور الهجومي المغربي، هنا الهدف الاول ياتي في الدقائق الاولى. مشاهدينا الكرام، 1-0 1-0 الاولى سددت من عمر الهلالي، والثانيه بوم في الشباك، والثانيه بوم في الشباك، 1-0. هنا الاستلام، هنا الدوران، هنا المهارة، هنا خدوهات، 1-2 سدد سدد سدد، والكرة تلتطم في المدافع، اتغالت هنا حارس المرمى سامبا، 1-0 باليسرى، اتغالت الدفاع وتستقر في الشباك يا عصام يا الشرعي. ستاندارد ليج، هنا الإعادة، هنا البناء الهجومي الممتاز، 1-2 شوف اللمسة وشوف التمريرات وشوف التسديدة باليسرى، اتغالت الدفاع وتستقر في الشباك، لكن هنا البناء أكثر من راية، التسديد كذلك أكثر من راية، ولو أن الكرة لمست المدافع من هذه الزاوية. نعم، الكرة اللي اتغالت حارس مرمى السامبا، يرجع الكرة للخلف، سيطرة مطلقة واستحواذ مطلق، يعني في نظري لا يقل عن 70%. كرة توصل للجهة اليمنى، هنا مراوغة، هنا حضور بكرة مغربية وفيها خطأ. نعم، أضوان حلحال يمشي لشادي رياض، شادي يخرج من المراقبة، اللاعب أسامة ترغالين يحاول استلام الكرة، بوشواري، بوشواري يعيد لرضوان مجددا، رضوان، هنا أسامة مع بوشواري، تبعد الراية، يا سلام يا سلام، يمكن التسديد، التسديدة، يونس كاديف على مرة أخرى، وما انطلقت هذه الكرة، شوف كيف خرجوا بالكرة وكيف مرروا فيما بينهم وكيف، نعم، نظموا هذه الهجمة من أروع ما يكون قبل تسديدة اللاعب يونس طاهر إدريسي، ولكن حارس المرمى هذه المرة سامبا، سامبا يبعد إلى الركنية، يونس طاهر إدريسي على الأرجح هو من سيذهب لتنفيذ الركنية من مع مزيد من الثقة مع المؤازرة، فالمستوى يتطور أكثر، وهذا ما نتمناه بالنسبة للحارس علاء بالعروش في قادم المواعيد. مشاهدينا الكرام، وصلت الكره على الجهه اليسرى، يا سلام يا سلام على ابراهيم صلاح، ابراهيم صلاح، مراوغه اولى، مراوغه ثانيه، دفاع يتدخل، الياس خماش، تصل الكره في الجهه اليمنى يا ناصر المنتخب المغربي، نقله في جهه عمر الهلالي، تمشي ناحيه يونس طاهر ادريسي، هذه هجمه مغربيه، محاوله المراوغه، الثاني 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 يضيع، الثاني يضيع، وسامبا يحرمنا من الهدف الثاني. المباريات السابقه في كراس حربه، لكن هنا نتكلم عن دور في الجهه اليسرى لابراهيم، بينما الاعاده، تمريره ممتازه، يعجبني يونس طاهر اليوم، يعجبني كثيرا يونس طاهر، يعني ممكن اكون متسرع، ولكن من خلال 33 دقيقه اللي شفناها، اللاعب الافضل حتى الان هو يونس طه الادريسي. بوشواري، ماذا سيفعل بوشواري؟ يمرر كره، تسديده، كانوا قريبين مرة أخرى. شواري، لحظة التمرير لأسامة تيرغالين في وضعية التسديد، لم يتردد، دائما المساندة تأتي من اللاعب بوشواري، والتسديد من تيرغالين، لكن السامبا له رأي آخر. في آخر دقائق شوط المباراة الأول، هذه عرضية صعبة، صعبة على إلياس، صعبة على إلياس، صعبة على إلياس، وأول اختبار لإلياس، أول اختبار لإلياس ماغو، يحول الكرة إلى الركنية في الخمس دقائق المتبقية. هذه الإعادة،
أول محاولة كونغولية، أول عملية خطيرة على المرمى المغربية بهذه التسديدة من طرف اللاعب نصاو. التسديد ولكن تصدي رائع إلياس ماكو، يخرج الكرة إلى الركنية. هذه الإعادة، أو تصدي رائع، تصدي رائع من شادي الكرام بعد مجهود رائع قام به اللاعب عمر الهلالي، بينما يتقدم يونس طال إدريسي لتنفيذ هذه الركنية. طايون سلي الإدريسي، أسامة ترغلين الإدريسي مجددا، ماذا سيفعل الإدريسي؟ إدريسي يرفع كورة، كاد يفعل الإدريسي، كاد يسجل الإدريسي. شوف الارتباك الحاصل، كان متقدم بعض الشيء، الكرة تلمس العارضة وتخرج، لمسها، لمسها سامبا الركنية، لمسها سامبا الركنية من جديد للنخبة المغربية. شوف هنا ارتباك واضح من سامبا، كاد يتسبب في الهدف الثاني عن طريق اللاعب يونس طه الإدريسي. إذا سنتابع الركنية في من سيفوز بلقب هذه النسخة. مشاهدي الكرام، حامل لقب النسخة الماضية هو المنتخب المصري، مصر جات هي الدفاع عن لقبها المحقق في نسخة الماضية، لكن المغرب موجود، المغرب موجود. هنا كرة أمامية، استلام عن طريق لعب حمزة إيجامان. ليس المغرب فقط، هناك ممكن نيجر، هناك منتخب غانا أو غينيا، واحد منهما سيصل إلى المربع. أنتابي استلام الكرة بهذا الشكل ممتاز، السيباري، السيباري سدد، 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 سدد يا السيباري. أول تسديدة يا السيباري، أول تسديدة يا السيباري، ولكن السامبا في المكان المناسب. يعجبني هنا إصرار اللاعبين على التسديد، إذا جات الفرصة هنا تجي تسديدة. هذه الإعادة، السيباري مر، السيباري راوغ، فسح لنفسه المجال، وبالتالي الرؤية هنا كانت أوضح. سيباري سدد، لكن سامبا في الوضعية المناسبة. ممتاز مع قابية اللعبة، وصلت إلى الجهة اليسرى لعناصر المنتخب المغربي. مراوغة ممتازة الأولى والثانية والتسديدة، جول رائع في منتهى الروعة هذه المراوغة وهذه التسديدة يا إبراهيم، يا صلاح إبراهيم. كثرة التسديد من خارج منطقة الجزاء، لا سيباري ولا صلاح ولا يونس طال إدريسي ولا كذلك اللاعب بوشواري في الشوط الأول، كلهم سددوا على المرمى. إبراهيم صلاح يسدد بهذه الطريقة، ما يميز التسديدات التأطير، التركيز العالي.